بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة معانا بإذن الله مفاجأة لكل طلاب الثانوية العامة، علم رياضة. تمام، الناس اللي هي كان أملها تخش هندسة وما لحقتش، أو فاتتها هندسة على حاجة بسيطة. تمام، الحاجة التانية بقى الناس اللي هي مش حابة هندسة، يعني في ناس كتير هي جابت الدرجات النهائية وطلعت مجموعة هندسة، بس هي مش حابة موضوع هندسة ده، مش حابة موضوع الوظائف التقليدية اللي احنا شرحناها قبل كده، مهندس لسه متخرج مش عارف ايه. ففي ناس كده. تمام، فجأة بقول لكم مفاجأة جميلة جدا النهاردة. تمام، كلية جديدة موجودة في بني سويف، لسه هتفتح السنة دي بس في بني سويف. تمام، مش موجود منها في العالم الا في ثلاث اماكن بس، مصر وفلسطين والمانيا. فطبعا في مصر بقى موجودة في بني سويف وهتفتح السنة دي. تمام، اسمها كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء. تمام، طيب طبعا الكلية دي كلية اكيد هتبقى جميلة جدا، كلية قمة يعني، كلية هتبقى عالية، كلية كويسة طالما بتدرس الفضاء. زي ما قلنا ان هي هتقبل 50 طالب فقط، طبعا طالب مصري، وطبعا الكليه ممكن تنزل مرحله اولى ومرحله تانية لو ما اكتملش العدد، على اساس ان بتاع هندسه يعني ممكن يخش او ممكن ما يخشش، فهتبقى فرصه لبتوع علم رياضه مرحله تانية. ولو ما كملش علم رياضه وما كملوش ممكن كمان ياخدوا من ايه، من علم علوم لو هم احتاجوا ان هم يكملوا ال 50 طالب. تمام، طيب بالنسبه للاقسام بتاعتها بقى، اول قسم علوم فضاء، وفي تكنولوجيا الفضاء واتصالات الفضاء، وفي قسمين تانيين لان هي فيها خمس اقسام هقولهم لكم كاملين دلوقتي، بس هقف مع كل قسم شويه. طبعا قسم علوم فضاء، القسم ده طبعا هتدرس فيه اللي بالنسبه للاتموسفير يعني الغلاف الجوي وايه اللي حواليه والارصاد، وهتدرس فيه الحاجات دي. تمام، ممكن بقى تشتغل في الهيئه العامه للارصاد، ممكن تشتغل فيه برضو الاستشاره عن بعد بما انه تبع علوم الفضاء والاقمار الصناعيه وكده. تمام، ممكن بقى في وزاره الاتصالات او الكهرباء او البحث العلمي، ممكن تشتغل في كذا حاجه يعني. تمام، بالنسبة لتكنولوجيا الفضاء القسم الثاني، هتدرس برضو نفس الأشياء المحيطة بس من إطار تاني، الحاجات المستحدثة، الحاجات اللي هي اتحطت في الفضاء وبتكشف الأرض وكده، والحاجات اللي هي تبع النووية والذرية وكده يعني. تمام، وممكن برضو فرص العمل انك ممكن تشتغل في اي حاجة تبع الفضاء المصري يعني، سواء كان في المبنى اللي في حلوان ولا اللي هو البلانتوريوم ده، او ممكن تشتغل في مركز القومي للبحوث او في المطار او في الطيران يعني كذا، ايه، طيران مدني، طيران خاص، قدامك الفرص مفتوحة جدا يعني. تمام، وبما ان دي كلية جديدة اكيد الدنيا هتبقى كويسة يعني. اتصالات الفضاء هتبقى برضو طبعا في وكالة الفضاء المصرية، وممكن تبقى يعني تشتغل في محطات اجنبية، وممكن تشتغل في اي شركة محمول، ما انت هتدرس بقى الاتصالات والشبكات وكده. تمام، طيب طبعا قسم علوم فضاء وتكنولوجيا الفضاء قلنا، واتصالات فضاء، وقسم الملاحه الفضائيه اللي احنا اتكلمنا عليه، او القسم اللي هو قلنا عليه مهم، واستراتيجيه اداره الفضاء الدوليه. وطبعا الكليه دي كويسه لو حد ما فاته هندسه او اي حاجه يلحق يقدم، وبالتوفيق للجميع، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.